مساء الخير. استوت الفواكه بكير السنة خصوصاً بقرى جرود جبال لبنان واللي بتعلى 1000 متر وما فوق عن سطح البحر. حتى الأشجار الصغيرة اللي انزرعت مؤخراً بلشت تعطي ثمر، فيما الأشجار المعمرة بدأت بالإنتاج، خصوصاً أنه موسم التفاح والليمون نضج بجبال، فضلاً عن أنواع كثيرة من الفواكه الاستوائية مثل الكيوي والأفوكا. ومثل ما لاحظنا أنه الأسواق غرقت بالكرز بكير السنة لأنه موجة الحر أدت لنضوج الثمار، كما موجة البرد أدت لتشققات بموسم الكرز، مما جعل 60% منه غير صالح للتسويق. وبالعودة لطقسنا، أجواء ربيعية عادية ومستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة ورطوبة عادية، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 24 درجة. ليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة، أما لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 20 وبنبقى 11 على المرتفعات 15 و8 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة يلي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من القبيات 19، طرابلس 25، ومن بعدها بيروت 30، وصيدا 27، وصور 28، بنت جبال 25، ورشية 24، منصورية 24، تعنير 27، دير الأحمر 28، والهرمل 30 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح المي 24 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كم/ساعة، والرياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلي واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا، الليلة بتوصل ل 20 وبكرة بين 19 و28 درجة، ونهار الخميس بتتراوح بين 19 و29 درجة نهارا. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 26، عمان 26، دمشق 33، وبغداد 45، الجزائر 28، وطرابلس 31 درجة، وأخيرا روما 33 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة، أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.